عليكم، كيف حالكم؟ اخباركم؟ اليوم رجع لكم بمقطع جديد، اللي هو طريقة حفظ صورك الشخصية برقم سري وبصمتك يعني، وفوق هذا حفظ التطبيقات يعني برامجك الخاصة. فخلونا نبدأ الشرح بسم الله. معنا أول برنامج اللي هو قفل الحماية. مثل ما تشوفون أنا مسوي له رمز، بس حط بصمتك خلاص يفتح. أول ما يفتح معك راح تحصل القفلة اللي فوق لون أحمر، تدخل عليه تضيف لك رمز معين، وإذا تبي تغيره تدخل الإعدادات وبعدها قفل التطبيق وتغيير قفل التطبيق، وراح يطلب منك البصمة، تضيف البصمة. بعد ما تضيف البصمة تختار أي رمز، تعيده مرة ثانية كذا خلاص صار رمز جديد. فطريقة حفظ التطبيقات، تدخل مثلا على تويتر، هذا أنا مسجل حسابي في تويتر تشوفون، يعني يمدينا حذف البرنامج الأصلي واستخدم هذا. واليوتيوب نفس الشيء بعد، تسجل حسابك أو قناتك في اليوتيوب وتحذف البرنامج الأصلي. وإنستغرام وفيسبوك مثل ما تشوفون. فننتقل إلى الشرح الثاني اللي هو طريقة حماية الصور ومقاطع الفيديو. مثل ما تشوفون أنا مسوي رمز سري، إذا تبي على بصمة تضغط على بصمة وبعدها تحط بصمتك راح يفتح معك. تضغط علامة الزايد، تكتب اسم المجلد وتدخل عليه، وتضغط علامة الزايد وتختار الصور. فعلى سبيل المثال نختار هذا وهذا، نضغط تم. بعد يقول راح يحذف من يعني راح يحذف لك المقاطع من ألبوم الصور، تضغط نعم حذف. ومثل ما تشوف تحصلنا هنا، فتضغط على الصور وتضغط علامة الزايد فتسجل الصور على سبيل المثال، تدخل عليه وعلامة الزايد وهكذا، وتضيف الصور اللي تحتاجن مثل ما تشوفون، تضغط تم نعم. ومثل ما تشوف الصور الشخصية تحصلن هنا، وراح ينحذف من ألبوم الصور. فخلونا نبدأ الحين طريقة تغيير الرمز. بعد نروح للإعدادات وتغيير كلمة السر، فيقول أدخل كلمة المرور القديمة وبعدها الجديدة، وأكد كذا خلاص. يعني مثلا نجرب، مثلا جاك أي شخص يدخل شوف خلاص يقول لك رمز. وهذا شرح اليوم، أتمنى أعجبكم. لا تنسوا دعمك لي باللايك والاشتراك، ونشر فيديو للفائدة. Come on.